السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات توقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشارات البث المباشر اللي بنعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا. فيديو النهاردة وحسب ما قرأتم في عنوانه، عندنا كارما من ظلمكم بسحره، يعني الإنسان اللي عمل لكم السحر الكارما اللي حترجع عليه مهما كان الإنسان ده، إذا كنتم تعرفوه أو إذا ما كنتوش تعرفوه. المهم حتعرفوا الكارما دي إن شاء الله إزاي حترجع عليه، وتعرفوا إنه هو اللي هم ما بيعرفوهوش. تمام. هيكون الاختيار حسب أول حرف من اسمكم، مجموعة أولى ذال ياء خاء كاف تاء غين لام قاف طاء نون حاء ضاد واو وزين، أو اختيار الحجر الوردي ده بتاع العقيق أو البني على حسب ما يظهر لكم في الشاشة، نحطه هنا. المجموعة الثانية عفوا صاد ميم ألف ضاد فاء شين جيم باء راء ثاء سين هاء عين ودال. مجموعة أولى المجموعة الثانية أو الحجر الأزرق ده. تمام. المجموعة الأولى الحجر الوردي ده أو أول حرف من اسمكم من الأحرف دي، أرجو إنها واضحة في الشاشة، هتلقوها كمان تحت في صندوق الوصف أو أحد الأدمينات هيحطها لكم على الشات. قبل ما نبدأ القراءة مع أصحاب المجموعة الأولى، بدأنا المسابقة لكن للأسف يعني معظمهم ما مش مركزين، ولا مش عارفة ليه ما فهموش، ولا مش عارفة يعني. هشرح مرة تانية المسابقة اللي احنا عاملينها. مثلا زي فيديو النهاردة، تشاهدوا الفيديو تعملوا لايك، وتحت الفيديو ده تعلقوا بأكبر عدد ممكن من التعليقات بسؤال عشان أجاوبكم عليه بالتارو. تمام. ما تستعجلوش وتنزلوا تكتبوا الأسئلة، ركزوا مع كلامي من فضلكم. تحت الفيديو فيه تعليق وأول معلق، احنا علقناه تعليق مكتوب فيه عنوان كيف يطرح السؤال في التارو، وتحته رابط الفيديو اللي فيه أشرح عندي أنا إزاي يطرح السؤال. من فضلكم لما تشاهدوا الفيديو هتفهموا ليه بقول لكم التارو عنده طريقة خاصة بيه للطرحية. تمام. حاجة تانية أنا مش عارفة يعني اللي مش فاهمين، ما يفرقوش ما بين رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة. لما أقول أجاوب على سؤال واحد، ما تكتبليش هل عندنا رجوع وزواج، اسألي يا إما على الرجوع يا إما على الزواج. تسألي على حاجة واحدة بس، مش هل يحبوني وهل سيخرج الطرف الثالث. لا، شاهدوا الفيديو اللي تحت التعليق الاول تحت الفيديو ده، في زي ما قلت لكم تعليق معلق، في عنوان الفيديو وفي رابط فيديو، اضغطوا على الرابط الازرق ده هيخرج لكم فيديو اشرح فيه ازاي تطرحوا السؤال في التارو عندي انا، ما يهمنيش القنوات الثانيه، عندي انا هتفهموا كل حاجه في الفيديو ده عشان ما نطولش عليكم. تمام. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى، نشوف بكروت مادموازيل لينورمان طاقتكم أنتم عاملين إزاي حاليا، حياتكم عامة يعني. هنشوف بما إنه في رجالة وفي ستات بيتفرجوا على هذا الفيديو، هنشوف طاقة الستات وطاقة الرجالة لوحدها، طاقة الستات اللي بيشاهدوا هذا الفيديو، طاقة الرجالة اللي بيشاهدوا هذا الفيديو، مش أنت وحبيبك. تمام. يلا نشوف الصورة التي تمثل الرجل والمرأة، والصورة اللي قبليهم واللي بعديهم، ونشوف ما هي الطاقة بتاعتكم حاليا عامة. اخرجوا عليكم الأمان. طاقة الرجالة وطاقة الستات. طاقة الرجالة اللي بيشاهدوا هذا الفيديو، طاقة الستات اللي بيشاهدوا هذا الفيديو، اهي الكروت بتاعكم. تمام. غالبا طاقة الرجالة، هنبدأ بالرجالة يا ستات، يعني كل يوم نبدأ بكم انتم، هيزعلوا مننا الرجالة. نبدأ بالرجالة اللي بيشاهدوا هذا الفيديو، طاقتكم انتم غالبا هنا
معظمكم إذا ما قلتش 80 85% يا إما مطلقين، يعني أنت مطلق مراتك، يا إما أنت عايش متجوز بس عايش في جوازة مخنوق فيها وشايف إنك صرفت دم فؤادك أو دمك في العلاقة دي، في الجوازة دي. ضعوا فلوسك كتيرة على زواج، على بيت، على عيلة، مشروع، فيه فلوس ضاعت، وانتم دلوقتي بتفكروا ومركزين طاقتكم دلوقتي في ازاي تنعشوا حياتكم المادية، يا اما بتغيير عمل، يا اما ببداية مشروع. عاوزين تلقوا الفكرة دي اللي هتساعدكم على عمل الخطوة الاولى على طريق النجاح لانعاش وقف الحال اللي عندكم. شاكين ان عندكم وقف حال، شاكين انه في حاجه خانقاكم، حاجه زي ما اشوف القفص ده مفتوح، بتدوروا على الحل للخروج من القفص ده اللي انتم حاسين نفسكم مسجونين فيه. حاسين بحاجه، حاسين بوجود حاجه، لان غالبا هنا انتم الاحساس ده جالكم خاصه لما توقف حالكم من الناحيه الماديه. تمام. لكن اغلبكم هنا شاكين في زوجتك، يا اما طليقتك، انت شاكك في طاقتك، في طليقتك او في الزوجه اللي انت معاها. طاقه الستات هنا، يا خراشي يا خراشي يا خراشي على الستات، يا خراشي على الستات. الستات دايما بيفكروا انه في حاجه غامضه اتعمل لهم، اعمال، مش عمل واحد، اعمال كتيره. البعض منكم بيدور على معالج او راقي، او انتم رحتم عند معالج او راقي وحاولتم تعالجوا نفسكم من الحاجة اللي فيكم. انتم البعض منكم اتعالج، البعض منكم لحد دلوقتي ما لقاش نتيجة للعلاج بتاعه، وحيران ويتساءل ليه رغم الاجتهاد اللي بعمله عشان ارقي نفسي، اعمل كذا وكذا، مش قادرة اتخلص من الحالة اللي انا فيها، أو ليه يعني الحاجة دي اللي منعتني إني أحقق الأمنية بتاعتي، سواء في الجواز، في الشغل، مع الأهل، مع الزوج، مع كذا مع كذا. دي طاقتكم عامة. نشوف دلوقتي طاقتكم والأحوال اللي عشتوها في الظلم والأسحار دي، وطاقة الناس دول اللي سحروكم، اللي عملوا لكم سحر. يلا بسم الله. غالبا بصوا كده، زي ما قلت لكم في حالة وقف حال، ربط، سحر التفريق، عدة أنواع من الأسحار اتعملت هنا لبعض الطاقات الموجودة في القراءة دي. بصوا طاقتكم، انتم مستنيين انفراجة من عند ربنا. احنا شفنا الطاقة الاولى عامة في حياتكم، دلوقتي هنشوف الطاقة مع الاسحار اللي اتعملت لكم ازاي عاملة، يعني نخصصها في اللي بتعانوا منه كتوقيف حال، كربط عن الجواز، كانفصال، ككذا كذا كذا. انتم في حالة انتظار انفراجة من عند ربنا او تحقيق امنية على انه اللي ظلمكم ينال او ينقلب عليه السحر اللي اتعمل لكم. انتوا بتدعوا ربنا دايما، واقفين ويعني مستنيين الفرحة دي تجي لكم، مستنيين تحقيق الدعاء ده على ان الكارما دي، وخاصة يعني معظمكم، اذا ما قلناش كلكم، معظمكم هنا الدعوة اللي دعيتوها على الانسان ده او الانسانة دي اللي سحرتكم، انه ربنا يقلب السحر على الساحر، انه ربنا يقلب السحر عليهم. 88 87% منكم دعيتوا من الدعوه دي، خاصه اكتر من انكم يعني تقولوا ان شاء الله ربنا يجيب لها مرض او كذا او كذا، لا، دعيتم الدعاء الكتير المنطوق او المرغوب فيه انه السحر ينقلب على الساحر. تمام. غالبا
طاقة، بصوا طاقة الطرف الثالث هنا، طاقة الطرف الثالث، اعتذر جننتوني بالعلاقات الثلاثية. طاقة، عفوا، طاقة الإنسان ده اللي عمل لكم سحر، غالبا هو دلوقتي مش كلهم، المينوريتي يعني القلة القليلة منهم، زي ما لو عندهم صحيان ضمير، زي ما لو كانوا ندموا على اللي عملوه، ودوروا دلوقتي على الطريقة عشان يغيروا مسار يعني الحاجات اللي عملوها في السابق. أهو غالبا البعض منكم، الناس دول اللي سحروكم، أهو كارتين، تهروفنت وجاستس، عدالة ربنا، تهروفنت القديس، الإيمان، الدين، ربنا، يعني عدالة ربنا وقعت على الناس دول اللي سحروكم. عشان كده جت الأوراق الأولى في الطاقة بتاعتهم إنه عندهم نوع من صحيان ضمير أو ندم على اللي عملوه. تمام. البعض منكم زي ما قلت لكم بيعاني من وقف الحال، انفصالات، طلاق في علاقات ثلاثية، ربط عن الزواج، مفيش، رغم جمالك، رشاقتك، رغم جمالك، ويعني والجهد اللي عملته والتعليم اللي اتعلمته، او رغم الـ يعني الاصول بتاعكم، لكن رغم كل ده عانيتم الكتير واتأذيتم كتير. وغالبا البعض منكم شاكك في اقرب الناس ليه، يا اما زوجه، يا اما زوج، يا اما جاره، اخت، امك، كتير هنا بيشتكي من الام، من الاخ، من حد من دمه، او حد قريب جدا منه، لان غالبا البعض منكم هنا قلبكم موجوع. لما اقول موجوع مش وجع، لما اعمل كده، لا، قلبكم موجوع وجع ما تتمنهوش لاي حد. هتقولوا لي ليه؟ لان غالبا البعض منكم هنا حرمت بسحر الارحام من الخلفه، البعض الاخر توفي لك جنين او طفل او طفله، وانت متحسره جدا لحد دلوقتي. ما عندكمش عدو واحد، عندكم عده اعداء، لكن ربنا جايب لكم حقكم ان شاء الله، جايب لكم حقكم تلت ومتلت. غالبا زي ما قلت لكم البعض منكم عانى من علاقات متعدده، صعبه، ثلاثيه، رباعيه، سباعيه، عشريه، بعتذر عفوا ضحكوا شويه، لكن انتوا ضحيتوا جدا مع الانسان ده او الانسانه دي، لكن ما كانش فيه جدوى للتضحيه دي كلها، رغم انكم تحملتم الكتير عشان الشخص ده، او تحملتم كتير من الشخص ده، وانكم كنتم لسه يعني، او لسه انتم لحد دلوقتي بتتبعوا الانسان ده او عاوزينه في حياتكم، لكن الشخص ده لسه ما بيمشيش بدماغه، اهي السحلية، صاحبة اللي عملت السحر، وغالبا أمه، إذا كنت في علاقة ثلاثية أو كنت متجوزة، الأم هي السبب، أو أخته. هنا للبعض منكم وصل لكم الخبر ده، إنه إحنا نعرف زمان ما كانش فيه ساعي البريد، ما كانش فيه تليفونات، موبايلات، رسائل على الموبايل، ما كانش فيه مكالمة على الموبايل، كان ساعي البريد زمان راجل، لكن قبل ما يعملوا راجل كساعي بريد كانوا بيبعتوا يعني الرسائل عن طريق الحمامة. فغالبا انتم يا اما بتلاحظوا ريش كتير، ارقام متكرره، احلام متكرره، عندكم احساس عميق جدا، ومتاكدين من الاحساس ده انه الكارما اللي انتم مستنيينها هي جايه لكم ان شاء الله، او اتحققت، وهتكسر بقلب الانسان ده اللي سحركم او اللي ظلمكم او اللي اخذ حقكم. تمام، هتحصل له ايه ككارما الانسان ده
اللي سحبكم. بصوا الدعاء بتاعكم، احنا بنقول كارما، والكارما هي نتيجة الدعاء بتاعكم. دعيتوا ربنا كتير جدا على انه يعني يحقق لكم الحلم بتاعكم ده، وغالبا اصبح الحلم ده الكارما، الحلم او الامنية المتصدرة عن الامنيات التانية، هي الاولى. مش عاوزين اي حاجة تانية قبل ما تحصل الكارما دي. الناس دول لعبوا بيكم، ناس كذابين بيكذبوا جدا، كذبوا عليكم جدا، اخذوا لكم حقكم في الميراث، اتلعب عليكم، حتى اتأذيتوا في صحتكم. لكن زي ما اذوكم هيتأذوا هم كمان. زي ما نشوف الملكة دي بتبكي، بصوا كده الدموع على خدها، بس هي متلجة ولا يعني قاعدة يعني متلجة مع الارض. بصوا مش قادرة تتحصل على اللي أخذته منكم، وعارفة إنها يعني بسبب اللي أخذته منكم رزقكم حقكم جمالكم حاجات كتيرة، هم دلوقتي ندمانين. غالبا الإنسانة دي أو الإنسان ده اللي عمل لكم السحر، زي ما تلعب بيكم هيتلعب بيه، دي أول حاجة. تاني حاجة هيحصل له يا إما شلل، يا إما مشكلة في سرطان الدم، إما شلل إما سرطان الدم. تمام، أهو جراء الأسحار اللي عملوها ليكم هيرجع السحر ضدهم أو عليهم، أو عبدة الشيطان أو الصليب المقلوب والنار. بصوا أهو سينالون ما عملوه. دعاؤكم الأول أمنية بتاعتكم الأولى إن السحر ده ينقلب على الساحر، هو اللي هيتحقق الأول للبعض منكم. البعض الآخر الإنسانة دي والإنسان ده اللي عمل لكم السحر هيحصل له شلل سرطان الدم. أهو قلت لكم بصوا إزاي بيضحك عليه، أهو نفسه زي ما تلعب عليكم هيتلعب عليه الشخص ده، زي ما لعب عليكم هيتلعب عليه. سبحان الله الأوراق جاية متتالية أهو، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله. بصوا هنا عبادة الشيطان، ودي متلجة مسجونة، ده يعني بيتلاعب إنسان مش كويس، إنسان مش كويسة، زي ما تلعب عليكم هيتلعب عليه. أنتم بتدعوا لربنا وناس أنقياء وطاهرين، بصوا ربنا أنتم هتنالوا إيه. هتسترجعوا الجمال بتاعكم، هتسترجعوا الصحة بتاعتكم، ربنا هيخلف لكم الحاجات اللي ضاعت منكم، وهترجعوا أحسن من اللي كنتم عليه. بصوا هنا القصر ده أهو أنتم راجعين له، هتسترجعون حقوقكم إن شاء الله. وغالبا الطرف الثالث هنا عفوا الطرف الثالث جننتوني بطفي العين قسم لسي أقسم بالله، الإنسان ده اللي سرق اللي سحركم، وغالبا هو الطرف الثالث للبعض منكم اللي ملا، سيسجن أو يكون يبني في مبنى أو مر في الشارع وتسقط عليه حاجة يعني يفقد الحركة في رجليه يتشل. قولوا آمين في التعليقات، آمين إن شاء الله. يعني رسالة واضحة وضوح الشمس. نشوف دلوقتي ما هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي، 100% 80% 60% و50%. مية بالمية برج الميزان، برج الجدي، وبرج العذراء. 80% برج السرطان، برج الجوزاء، وبرج الدلو. 60% برج الأسد، برج الحمل، وهنا الجدي. برج العقرب 60%.
50% برج القوس، برج الحوت، وبرج الثور. إلى هنا وصلنا لنهاية القراءة الأولى، نمر لأصحاب القراءة الثانية. اللي أول حرف من اسمهم يبدأ بالأحرف دي: صاد ميم ألف ضاد فاء شين جيم باء راء ثاء سين هاء عين ودال. هنشوف اللي ظلمك بسحره هيحصل له إيه، أو اللي اختار البيضة الزرقاء دي. تمام؟ تمام. أول حاجة نعملها هنشوف الطاقة بتاعتكم. عشان ميخرجوش الكروت نفسها. نشوف طاقة الرجالة وطاقة الستات اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو، مش انت وحبيبك او انت وزوجك. تمام؟ في رجالة كمان بيتفرجوا على هذا الفيديو. قبل ما ابدأ القراءة ركزوا معايا من فضلكم. في مسابقة، اعتذر، في مسابقة بدأناها أو كنا عاوزين نبدأها، لكن للأسف العديد من الناس مش قادرين يستوعبوا أو يفهموا إنه المسابقة دي عندها شروط. هتقولوا لي الشروط إيه؟ الشروط بتاع المسابقة دي: أولاً تعملوا لايك للفيديو، تشاهدوا الفيديو على الأقل 10 دقائق، تحت الفيديو فيه تعليق معلق، فيه عنوان كيف يطرح السؤال في التارو عندي أنا، ما يهمنيش قنوات التانية. لما تحت العنوان ده هتلقوا رابط بالأزرق، اضغطوا عليه يعني تحول لكم فيديو آخر. الفيديو الآخر ده التاني فيه الطريقة الصحيحة لطرح السؤال في التارو، وفي الفيديو ده هتفهموا ليه. تمام؟ لما تشاهدوا هذا الفيديو وتفهموا إزاي يطرح السؤال في التارو، ارجعوا للفيديو ده واكتبوا أكبر عدد من التعليقات بسؤال واحد. يعني تكتبي سؤال هذا تعليق، اكتبي تعليق تاني، 4 تعليقات، 20 تعليق، 60 تعليق، اللي أكبر، اللي معلق بأكبر عدد من التعليقات هنختاره وهجاوبه في الفيديو بتاع بكرة. زي كما مثلا الفيديو النهاردة لما خلص القراءة التانية أجاوب، يعني تسجيل على 2 اللي نجحوا في المسابقة، هختار 2 أجاوب عليهم كل يوم، لكن يكونوا مطبقين الشروط. ومن فضلكم سؤال واحد ما تكتبليش هل يحبني وسيتزوج معي، دول 2 أسئلة. أنا بقول سؤال واحد، هل يحبك نقطة، مش عاوزة تسألي هل يحبك، اسألي هل سيتزوجك، لكن الاتنين مع بعض لا، سؤال واحد فقط. واللي بيسأل على الطرف الثالث قلت لكم اشاهدوا الفيديو هتعرفوا ازاي تطرحوا السؤال في اي طريقة او في اي ميدان قبل ما تعلقوا. فما تتعبوش نفسكم تعلقوا وتكتبوا كل حاجة بالغلط، لان يعني عملناها يومين ما فيش حد كتب زي ما قلت لكم. تمام؟ تمام، واعتذر عن الإطالة. نشوف دلوقتي طاقة الستات بيتفرجوا على هذا الفيديو، طاقة الرجال اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو. هنشوف الصورة بتاعتكم، الصورة اللي قبليها والصورة اللي بعديها، ونشوف أي صورة الرجالة، طاقة الرجالة اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو، ونشوف طاقة الستات اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو أين هي. دي طاقة الستات ودي طاقة الرجالة اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو، مش أنت وحبيبك أو أنت اللي سحرك، لا، انت اللي بتتفرج على هذا الفيديو طاقتك هنا، والرجال اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو طاقتهم هنا. تمام؟ تمام. نبدأ بالرجالة يا ستات، عشان الرجالة دايما بيلوموني ليه ما تتكلميش يعني بتخاطبيناش بصيغة الرجل، فمعلش نحاول يعني نبدأ بيهم هم الأولين. طاقة الرجالة هنا، طاقتكم زي طاقة المجموعة الأولى. انت انسان ما شاء الله عليك يعني، والبعض منكم هنا يا اما انت مدير شركه
يا إما مسؤول في مشروع، عندك مشروع بتاعك الخاص، يا إما تشتغل حاجتين أهو، واحدة ظاهرة والتانية لأ. عندكم نوع من الشخصية بتظهرونها للناس، لكن ليست الشخصية الحقيقية بتاعتكم. أنتم بشخصيتكم تظهروا حاجة، لكن شخصيتكم الحقيقية القليل اللي بيعرفها. ربما عندكم ضعف، ما عندكمش ثقة كبيرة في نفسكم. للبعض منكم، ربما البعض منكم متأذي كتير، من كتر ما اتأذى كتير مش عاوز يختلط مع الناس، أو شخصيته حاسس نفسه إنه ما عندوش ثقة في نفسه، مش جميل، أو ما عندوش حظ، أو الستات مش عارفة مش هتقبل بيه، أو يعني دايما لما البعض منكم تكونوا مع ست مثلا أو راجل مثقف أحسن منكم، دارس أحسن منكم، عنده فلوس أحسن منكم، بتحسوا نفسكم صغيرين قدامه، فتروحوا مختلقين شخصية غير الشخصية الحقيقية بتاعتكم، على إنكم أنتوا كمان عندكم ثقافة وكذا وكذا وكذا. لكن غالبا غالبا، أنا بتكلم على البعض منكم مش كلكم، غالبا لما تتقمصوا شخصية مش شخصيتكم، يعني الناس تشوف إنكم بتكذبوا، تفهم إنكم ما عندكمش ثقة في نفسكم، إنكم عاوزين تبرزوا نفسكم من غير مواهب، من غير حاجات حقيقية. مثلا هبسط أكتر لأنه في ناس مش هتفهم. مثلا إذا مثلا زي حد مثل كده، إذا واحد مثلا درس، عنده مستوى دراسة يعني مش كبير، واخد البكالوريوس مثلا وعامل تكوين وبيشتغل، لما يتلاقى مع حد في المقهى أو في الشغل أو هو مسافر أو حاجة زي كده، يتعرف مع حد سواء ست ولا راجل، عندهم هيبة، عندهم ثقافة، متعلمين كذا 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 كذا، ف ده اللي عنده البكالوريوس ومعامل تكوين وبيشتغل، يحس نفسه ما عندوش ثقة في نفسه، صغير، هيضحكوا عليه، مش قد المقام، كذا كذا كذا. فالخوف ده بيعمل عند بعض الناس نوع من تقمص شخصية غير شخصيته، يبدأ يبرز نفسه إنه بيعرف وكذا وكذا، أو يظهر على إنه إنسان غامض. ولما تحبوا العزلة، تحبوا العزلة، ما حبيتوهاش على انكم تحبوا العزلة، لا، العزلة حبيتوها عشان النقص ده اللي حاسينه اتجاه الناس التانيين اللي هم انتوا شايفينهم انهم احسن منكم. تمام. دي طاقة الرجالة اللي هنا. غالبا البعض منكم كمان الرجالة هنا عاوزين تقطعوا الشك باليقين على افكار بتطور في عقلكم. ايه سبب وقف الحال اللي هنا، رغم انكم ناس شطار وجميل وكذا وكذا وكذا، ليه انت بتلف وتدور في المشاكل دي كلها؟ بصوا، الدب عنده قوة، عنده جمال، عنده كل حاجة، لكن يعني عايش في التلج، عاوز يخرج من التلج ده والبرودة دي، وانتم بتدوروا على الطريق السليم اللي هيخرجكم من الحيرة دي اللي انتم فيها هنا. زي ما نشوف الجسر ده المبهم، يعني مش واضح زي ده واضحة المعالم بتاعه، لكن ده مش واضح. فانتم كده في عقلكم عاوزين تعرفوا تخرجوا من المرحلة اللي انتم فيها دلوقتي. نيجي لطاقة الستات هنا. طاقة الستات، استغفر الله، هيضحكوا بعد مشتري كده، هيضحكوا بس برشاد، اعتذر. طاقة الستات هنا، ما تزعليش مني، مش كلكم، بس 90% من الستات كده. وغالبا لما يجوا يتعالجوا عندي دايما كده، قبل ما اعمل القراءة، عندي سحر، عندي عين، عندي تابة، عندي جن عاشق، عندي مش عارفة ايه. عقلكم ما فيش حاجة تحصل ما قلتوش عليها، عملوا لي عين، عندي عين، عملوا لي سحر، جن عاشق، كذا 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 كذا. مثلا بعض الستات هي بتمسح في البلاط الأرض أو في السيراميك، تقوم متزحلقة فوقه
ضربوني بعين من الحيطان الشبابيك اللي بيبقى انت في البيت، جات لك منين العين؟ لا لو تكلميها تقولك لا اصل امبارح لما خرجت كنت عند كده. ما تجوزتش، يا اما تقول لك عملوا لي سحر تعطيل عن الزواج، يا اما تقول لك عندي جن عاشق. غالبا طاقه الستات هنا اصحاب صاحبات المجموعه الثانيه عقلكم ما يروحش بعيد، دايما سحر تعطيل تابعه عين مش عارفه ايه حسد كذا كذا. وغالبا الكثير منكم ضيعتوا فلوس كتيره، يا اما انتم عملتم سحر عشان تتجوزوا، يا اما دفعتم او نصب عليكم فيما يخص علاج من اسحار او حاجات زي كده. ليه؟ لانكم انتم ما تعرفوش الخطوات الصحيحه عشان تعرفوا من هو المعالج الصحيح. وانه حتى ولو لقيتم المعالج الصحيح ما تنسوش انه في قضاء الله وقدره. اذا ربنا كتب لك ما تتجوزيش، وناس غارت منك وعملت لك سحر تعطيل عن الزواج وما تجوزتيش، وبعدين اتعالجتي اتنزع السحر ده وشفتي نفسك ما تجوزتيش، ده من الاول انه ربنا كاتب لك ما تتجوزيش بالسحر ده او من غيره. فحاجة يعني عالم الروحانيات كبير جدا، مش كل حاجة تحطوها انه هتعمل لكم سحر وكذا 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 وكذا، وربنا يفرجها على الجميع. تمام تمام نيجي دلوقتي نشوف حيثيات اللي حصل لكم مع الناس دول اللي سحروكم، طاقتكم في طاقة السحر دي وطاقة الناس اللي سحروكم، وهل الكارما تحققت أو ستتحقق، وما هي هذه الكارما؟ قلت لكم وقف تعطيل عن الزواج اهو، سبحان الله الحكايه اللي كلمتها دلوقتي. جواز، قلب مكسور بخص الجواز، حاولتم تتشافون من الاسحار دي اللي عطلتكم عن الجواز، لكن نصب عليكم اهو الملك الونسات، لكن فيه السحليه هنا اتنصب عليكم. وانتم كده دلوقتي البعض منكم مستنين انفراجة من عند ربنا، كارما تيجي على الناس دول اللي غالبا البعض منكم عملوا لكم ربط عن الجواز وسحر تفريق، وخاصة اذا كنتم في علاقة ثلاثية او رباعية او خماسية. في حتى وقف الحال هنا، في وقف الحال، تدبدب أحوال وسرقة إرث أهو. كارت الساحر، بصوا كارت الساحر The Two of Wands، استغفر الله يا ربي أعتذر، الـ Eight of Cups والـ Nine of Cups، Seven of Cups عفوا. غالبا هنا طاقة الناس اللي سحروكم دول واللي يعني ظلموكم بسحرهم، ناس أذتكم بكل الوسائل مش إلا بالسحر، أذتكم بالكلام، أذتكم بالسحر، أذتكم بظلم، بضرب، بحاجات كتيرة، حتى في شرفكم حتى في شرفكم. لكن بصوا هنا الكارت ده وده وده، غالبا دلوقتي بيمروا بمرحلة صعبة الناس دول اللي سحروكم، يا إما أنتم في بلد وهم في بلد، يا إما أنتم بجنسية مختلفة، أو أنتم الاتنين في بلد نفس البلد، أو اللي عمل لكم سحر عمله لكم لما كنتم في البلد بتاعكم قبل ما تسافروا. فهنا الإنسان ده اللي سحركم أو الإنسان اللي سحرتكم عاطفياً زي ما فرقوا ما بينكم او عملوا لكم تعطيل عن الزواج، هم كمان هيحصل لهم تعطيل عن الزواج، رجوع السحر على الساحر. بصوا الراجل ده مش واضحه ملامحه قدام الخيرات دي كلها. غالبا الكارما هنا لاصحاب المجموعه الثانيه بدات
تشويه الجمال للطرف اللي الإنسان ده اللي عمل لكم سحر وظلمكم. يا إما هيتحصل حريقة ويتحرق، يا إما هيعمل حادثة وهيشوه في وشه، أو وهو ماشي في الشارع هيجي لص كده عشان إذا كانت ست هيسرق لها الشنطة، ما تكونش عاوزة تديله الشنطة فيروح مديلها بالسكينة في وشها جراح كتيرة كتيرة، يعني تشويه الوش لدرجة للبعض منهم هيفقد النظر عن طريق آلة حادة، يا إما يسقط يا إما يضرب بيها. تمام. غالبا زي ما قلت لكم هنا البعض منكم حاول التشافي من أسحار دي لكن ما لقيتوش جدوى لهذه الأسحار، وقاعدين تستنوا كده إمتى ربنا يفرجها عليكم تتجوزوا ويفك المسؤوليات دي أو الضغوطات دي اللي انتم عايشين فيها. غالبا البعض منكم هنا بصوا، يا إما انتم متجوزين مع 2 ستات، أو انت عندك انت الزوجة التانية أو الزوجة الأولى، لأنه في رجالة هنا بيتفرجوا كمان معانا. يا إما أنت متجوز مع 2 ستات، يا إما بتشتغل 2 أعمال، عندك مشروع وتشتغل في شغل تاني. غالبا رغم كل النط ده والمراوغة ما بين مكان شغلك الأول ومكان شغلك التاني، لكن حالك متوقف، حالك متوقف بسبب إيه؟ غالبا هنا بتكلم مع الرجالة، غالبا أهو راجل وراه عصا، يا إما أنت متجوز مع 2 أو 3، يا إما اتجوزت الأولى وطلقتها أو العصا ورا ظهرك، ومتجوز مع التانية ماسكها زي ما لو كانت وما بينكم عيال، أهم الأوراق خرجت، يعني في أوراق صغيرة ما بينكم عيال أهو مع الأولى ومع التانية، وبتبصوا للتالتة، التالتة يعني تقريبا شوية قدام كده، وانتم بتبصوا مش قادرين لا تتركوا دي ولا تمسكوا دي ولا تسيروا أموركم مع دي. بصوا عدم التوازن، وغالبا زي ما قلت لكم يا اما عندكم 2 انواع من الشغل، عندك مشروع وتشتغل في حاجه تانية وتدور على انك يعني تمشي امورك، لكن كل التعب اللي انت بتتعبه امورك واقفه مفيش حركه، تجيبش فلوس من هنا تروح من هنا، ده كله ليه؟ اهو عشان ما تقولوش خلطتها، ده كله ليه؟ بسبب الإنسانة اللي انت متمسك بيها هنا، الزوجة التانية دي اللي انت متمسك بيها هنا عملت ايه؟ هي اللي عملت لك أسحار، وعشان يعني الأسحار دي رجعت عليك كوقف حال، وانت الوقف الحال ده أصبح ضغط عليك فوق طاقتك، متحمل مسؤوليات ناس كتيرة، يعني مش عاوزة أكمل لأن البعض يعني أعتذر كلامي افتكرت حد يقول، المهم من كتر يعني اللخبطة اللي انت في حياتك دي كلها انت مش واعي اللي بيحصل لك، فلا انت مرتاح بدنيا يعني في جسمك، ولا مرتاح نفسيا، ولا مرتاح عاطفيا، ولا في أي حاجة، زي ما لو كنت انت عبيد تشتغل زي الطور اللي بيحرث الأرض وفي الأخير يروح يبات في الإسطبل ويأكل يعني بقايا المحصول. للستات هنا اللي بيتفرجوا، غالبا انتم عايشين في علاقة ثلاثية مع رجل، أو في علاقة رباعية وعلاقة معقدة، أو حتى مع أهلك، واتظلمتم كتير جدا، ضحيتوا كتير مع الناس دول الأقارب بتاعكم أو الصديقة
اخذت لك جوزك، اختك اخذت لك جوزك وتجوزت بيه، حاجه زي كده، حاجه يعني لا يقبلها، تقبلها الشريعه ولا يقبلها القانون. يعني تحكي قصتك لاي حد هيقول لك انت يعني ربنا معاكي. بس هنا اتاذيتوا كتير جدا، اصحاب المجموعه التانيه مأذيين جدا 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 بالسحر، وخاصه بسبب زوجه، هي راجل وامراه متجوزين، بيت العدل زي ما يقولوا له هنا. مفيش فرحة في حياتكم، مفيش راحة، بسبب أم متسلطة، بسبب زوجة متسلطة، بسبب وضعية حطيتوا نفسكم فيها ودلوقتي ندمانين عليها. اديتوا من فلوسكم، ربيت اخواتك، ربيت اخوات يعني اخواتك واخوك، اخواتك ربيت اخواتك، ربما انتم ايتام وضحيتي بصحتك وبصغرك واديتي لهم فلوس، وفي الاخير ما فيش حاجه. ضحيتي عشان اولادك وقعدتي مع زوجك، وفي الاخير دلوقتي لاقيه نفسك متمرمطه وصحتك مريضه، في صحتك مريضه، في نفسيتك مريضه، في كل من كل ناحيه. يعني هنا حكايات متعدده لناس ظلمتكم بكل الطرق، بشتى الطرق، مفيش حاجه ما تركوهاش وما ما عملوهاش معاكم. ايه هي دلوقتي الكارما؟ جزاء من ظلمكم بسحره. اهو بصوا، انتوا يعني لاي درجه انتم تعبانين؟ وغالبا البعض منكم يا إما أنتم من الشرفاء، يا إما من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا إما ربنا حط لكم في طريقكم حد روحاني. أهو بصوا الملاك، حد روحاني حطه لكم ربنا في الوقت المناسب اللي كنتم محتاجين فيه إنه حد يساعدكم. فالكارما اللي هتيجي على الناس اللي ظلموكم، قلت لكم هاو، وغالبا زوج او زوجه هنا او اقارب، فيه استغفر الله، الناس اللي سحروكم هنا سيؤذون، سيؤذون او جزاؤهم على ظلمهم او سحرهم هيجي لهم في عيالهم، يخرج لهم الابن بتاعهم صايع بتاع سجون، قتل قتله، حاجه زي كده، هيتمرمطوا معاه. بنت هتخرج بنت ساقطه، يا اما هتحصل لها حاجه وتتوفى، يا اما بنتها هتخرج يعني عاهره، حاجه زي كده، يعني كشف يعني، او هيتقاسوا في الشرف بتاعهم، هيتقاسوا في الشرف بتاعهم، لان هنا the queen of wands، وهنا معناه انه في محكمة، في حاجة ضد الشرع والقانون، ضد الشرع والشرع والقانون. غالبا البعض منهم كمان اهو، غالبا البعض منهم كمان كما سقي سيسقى، اهو وقرارا من عند ربنا، كما سقي سيسقى. ليه؟ لأن الظلم اللي اتظلم به المجموعة التانية، أصحاب المجموعة الثانية، ظلم كبير جدا، عظيم جدا. وغالبا الكارما دي زي ما قلت لكم، يا إما هتيجي في عيالهم، البعض منهم السحر اللي عملوه هيرجع عليهم، كما سقي سيسقى وقرار من عند ربنا، وهيتكونوا شهود عيان، اهو شهود عيان على اللي هيحصل لهم. وغالبا شايفين العسكري ده، هو الشخص ده اللي حطه لكم ربنا في طريقكم الروحاني، قال لكم من قبل انه الحاجه دي هتحصل، او الشخص ده للبعض منكم اتلاقى مع الشخص ده الروحاني. هو فراق، بصوا هنا، ده أخد كل حاجة وده أخد حاجة صغيرة.
غالبا انتم زي ما قلت لكم اتخدعتم في فلوس، في ارث، في مسؤوليه ماهيش مسؤوليتكم، حاجات ما كنتوش انتم يعني. اعتذر لانقطاع الفيديو. غالبا بصوا هنا قلت لكم انتم اتحملتم فوق طاقتكم، فوق جهدكم، مسؤوليات ما كانش المفروض انكم تحملوها، تتحملوها انتم. فغالبا انتم دلوقتي هتشوفوا نفسكم، البعض منكم اخذ قرار انه او انها تشوف لنفسها وتسيب كل واحد يتحمل الاعباء بتوعه. فكانت كده حياتكم انتم سابقا، كان كل واحد يجي يحط لكم مسؤول يعني عبء بتاعه عندك او عندك، وهو يسيب، هو يعني كل كده حر طليق. بصوا الفرق ما بين ده اللي هشيله وده شايل قد ايه. بصوا انتوا، فالكارما هتيجي على الناس دول زي ما قلت لكم في عيالهم، البعض منهم سيرجع السحر عليهم. بصوا، والسحر زي ما عملوه هيرجع، عملكم سحر تفريق سيفرقون، يعني السحر ده هيرجع عليهم وهيفرقهم ربنا على أعز شخص عندهم. وغالبا الكارما دي هتقع في أقرب وقت ممكن إن شاء الله، في أيام قليلة أو أشهر قليلة. وغالبا اللي البعض منكم اتعالج من الأسحار دي والحمد لله أهو. غالبا البعض من الناس اللي سحروكم عملكم السحر ده وقت ما هتجيهم الكارما بصوا هيندموا، هيجيلهم صهيان ضمير، جلد الذات، هيحاولوا انهم يجوا يعني عندكم عشان تسامحوهم. البعض منكم هيقبل، البعض التاني مش هيقبل. جلد الذات اهو، هيصحى ضميرهم بعد ما هيتأذوا بالكارما دي اللي هتيجي عليهم. تمام. طب ايه هي الابراج التي تنطبق عليها القراءه دي؟ 100%، 80%، و60%، و50%. 100% برج العذراء، برج الميزان، برج الحوت. الابراج دي ابراجكم انتم. 80% برج القوس، برج الجوزاء، وبرج الثور. 60% برج الأسد، برج الجدي، وبرج العقرب. أما الأبراج المتبقية الحمل والدلو والسرطان 50%. أرجو أنكم تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وتحطوا لنا تعليقات زي ما قلنا في بما يخص المسابقة أو المواضيع اللي أنتم عاوزين نعمل عليها فيديوهات. شكرا لتواجدكم معنا ولدعمكم للقناة. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.